ترديد الآية واحدة. هذه ورد فيها حديث جميلة، منها يعني أشهرها ما رواه النسائي وابن ماجه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم ردد آية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، في آخر سورة المائدة، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، حتى أصبح. يا الله، أنا أقول هذا الكلام، هذه طبعا يعني حتى يكون التدريب والتعليم متوازي مع الفهم والفقه. هذه إن كنت تقرأ وحدك أو تصلي في بيتك تردد كثيرا، ممكن ترددها إلى الصباح. لكن لو أتيت إلى مسجدك وعندك ورد معين، صعب أنك تترك الورد معين وتردد آية يعني نهاية الركعتين أو كذا، لكن هذه تدل على جواز تدبر الآية. لو رددتها مرتين أو ثلاث مرات فلا بأس أبدا، إن لم يكن في ذلك مشقة على المصلين خلفك. لكن سبحان الله، لما قال الشاطبي رحمة الله عليه في منظومته اللي هي حرز الأمان وجدهاني، المسمى الشاطبي نسبة إليه: وإن كتاب الله يا وثق شافع بأغنى غنائي واهبة متفض وخير جليس لي ماله وترداده يزداد فيه تجملا. والله كلمة وترداده يزداد فيه تجملا هذه هي عين ما ردد النبي صلى الله عليه وسلم إن تعذبوا فإنهم. تخيلوا لو آية، أنتوا جربوها، اقرأ آية مثلا ورددها بإحساس مرتين ثلاث مرات، والله كل مرة ستكون ألذ وأجمل من التي قبلها. رددها بمحبة وتقدير وتعظيم وتدبر، وليس فقط يعني تكرار الحفظ، يعني تكرار الحفظ شيء آخر أيضا فيه جمال.